صح؟ طبعا. وما ينفعش تطلعوا الجن من غير ما يجي التلفزيون، لازم يجي التلفزيون عشان نتشهر. امال هنعمل ايه؟ طيب عندك الراجل دي تعرف تطلع منه جن؟ طبعا، ده اسهل حاجه بعملها في اي حته. ايوه يعني طلعت قبل كده جن من حد؟ اه طبعا كتير. يعني انت بتفاض؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اقف يا ابن كده، ما تطلعه المره دي، ما تقلقش. طب يلا. ايه ده، احنا لسه عملنا حاجه؟ لسه لسه يا عم. طيب يلا وقف. بقول لك ايه، ايه قبل ما تطلعه ايه، قول له يسيب كل حاجه مكانها واياك يخرج من حته تضايقني. ما تقلقش وقف. يلا ارجع يا جن الاصلك، ارجع زي ما حد ماضي وعلى الحجار رجعوا بيغنوا. ارجع. عايز اطلع مش عارف. يا نهار اسود، ده في جن بجد. ايه الصوت دي؟ ده في جن. ده صوت جن؟ ايوه. يا نهار اسود. ايوه. انت بتعرف تطلع جن؟ انا بخاف اصلا. امال مين اللي الحياه تطلع الجن هتوديني في داهيه؟ استنى استنى، الكاميرات شغاله. ايوه. اطلع يا جن اطلع. هو ده الجن؟ ايه القرف ده؟ عمال تقول لي اطلع اطلع مش عارف، اطلع طويل واسود جوه الدنيا ضلمه مش شايف. هو ده الجن؟ هو ده. والاول مره وسقف صحفي وسقف صحفي وسقف صحفي. ايه الصحافه جامدي؟ ايه ان احنا الاول مره هنقابل الجن وش لوش. انا مش عارف الناس ليه مش مصدقه ان في جن. انا جن والله، والله العظيم لو سمعت حاجه فيها لفظ الله اقسم بالله بولع مكاني. والله العظيم اولع في لحظتها على طول، اول ما اسمع الله اولع. طب ما انت بتقول والله. لا انا بقولها، لو اسمعها اولع على طول. طب اقول له كده والله. والله لا، لازم اللي يقولها بني ادم مش جن زي. والله ايوه، المفروض اولع بقى. طب ما انت ما ولعتش. لا ما انا جن مش ملتزم قوي بالتعليمات. والله يعني اسيب القعده الحلوه دي واولع. يعني انت جن؟ اه. ايه سعاده اهبل، يعني هتفضحنا؟ هديك 20 جنيه زياده بس اولع. 20 جنيه اعمل بيها ايه بعد ما اولع؟ ايه يا عمده، انت هتولعوا فيا بجد؟ لا 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 لا، انتوا فشلك كده، محدش هيصدقني. ايوه انتوا ممثلين فاشلين، محدش هيصدقني. طلعوا فيه، احنا عايزين فكره تانيه غير فكره الجن دي، كده الحكومه مش هتهتم بيني. احنا ننظم كاس العالم. انت يا ما تنطقش يا هلا، انت كل افكارك هبلي، ما تنطقش خالص. ايه وعايزين فكره تانيه؟ احنا ممكن نقول ان المجاري طفحت في بلدنا. واحنا عندنا مجاري من الاصل، ده احنا عايزين نعمل كده عشان الحكومه تهتم بينا وتيجي تدخل لنا المجاري. انا عايز فكره تهز البلد. انا عندي فكره تهز البلد. ايه يا حاج؟ شيخ البلد. ايوه يلا يلا. تهز البلد مش تهد البلد يا حاج. ايه دي؟ عايز فكره يا جماعه، عايز فكره. يبقى نعمل مليونيه. مليونيه ايه؟ اذا كنا احنا 18 واحد في البلد نعمل 18ية. احنا عايزين فكره تانية. لا 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 لا، انا عندي فكره يا عمدي. ايه حاجه بقى؟ صح بقى. ايه تظبطني انت؟ تكلم المحافظ راسا وتقول له لقينا قنبله في قلب البلد. قنبله. وما لقيتش المحافظ بالمراسلين بالاعلاميين هنا في ظرف نص ساعه، ما بقاش انا زرزور. ايوه. ايه يحفظ يعني احنا لو قلنا في قنبله صح، الفكره دي حلوه، وده موسم الانابل. ايوه دي قنبله بدايه الصنع، ودي قنبله اعداديه الصنع، واي حد بيحط قنبله في اي شيء. ماشي حلوه الفكره دي، احنا نخش نكلم المحافظ. ايوه انا مين معاه الموبايل عشان معيش رصيد؟ انا معايا ولسه مجدد الباقه، ممكن ادهولك يا عمدي. ها لا يا عمدي، المكالمه دي لازم تبقى من التليفون الميري عشان يبقى بلاغ رسمي. اي والله ينور عليك يا معلم زرزور، هي فعلا. يلا انا هخش اكلم المحافظ، عايز حد يجي يتفرج معايا وانا بتكلم على المحافظ. تعال 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 يا سلام. انت واد يا منتن انت. ايه كتك دهي، اوعى ترمي البت بتي، سامع؟ ماشي. يا ساتر الله، الدار حلو قوي. انت يا زفت يا مسعود، هو مش ابوها لسه قايلك دلوقتي ما تقربش منه؟ انت عايز تموت يا واد؟
ما صدقت اللحظة دي تيجي. لحظة ايه؟ ان اقعد مع العيال لوحدينا. صحيح يا مسعود؟ صحيح يا حبيبتي. يا صباح الجنان والمحن الفلاحي. جرى ايه يا حاج؟ ما تسيبيه يتكلم امار. ماشي يا اختي، ابتدي المحن يا اخوي. اتفضل. حاضر. ليالي. ايوه يا مسعود. عايز اقول لك كلمتين بسرعة قبل ما ابو العمدة يجي. خير في ايه؟ عايز اقول لك. ازيك؟ ان شاء الله تسلم يا مسعود. وحشاني. وانت كمان. انا كمان ايه؟ وحشتني. يا فرحة ام امك. اهدي اهدي، ايه الحلاوة دي؟ ايش انت من كرسنة الكريمي؟ خلاص انا عايز اصالحك، ما تجي جنبي. اجي جنبك فين؟ هيني. والله المكان واسع. طب بلاش، عايز اقول لك بس الكلام بجد. ايه؟ انا عايز اجي اطلب ايد ابوك. ايه؟ ايدك انت. انت اتجننت ولا ايه يا مسعود؟ عايز تطلبني من ابويا؟ احنا غجر، يعني الاصول ان انا وانت نهرب ونجيب العار لابويا. ايه ده؟ بس دي تبقى جرسي. دي هتبقى اكبر جرسي يتجرسها ابويا في حياته، ونجيب له الضغط والسكر والشلل. قصة حبنا دي الغجر هيقعدوا يتكلموا عنها سنين، هتبقى اجمل قصة حب. دي مش هتبقى قصة حب، دي هتبقى قصة علاج. احنا قديه هنخليه طرطور مش زرزور، وناخد المزه دي معانا. يو ما تتلم يا واد يا شمال، ده عبده موته بقى ابن حلال. انا هناديلك العمدي. لا علي النعم اللي اناديلك العمدي تيجي في لقك. يلا يا رجال. والله يا عمدي. كلمت المحافظ؟ كلمت المحافظ. ايوه. قال لي ازيك يا جناب العمدي. الناس اللي مش عارفين يعملوا كنترول على نفسهم دول. اربطها ازاي انا دلوقتي؟ البس البتاعه التانيه دي وخلاص. داري القرايل اللي طالعه من دماغ. يا كلمني المحافظ. قول له يا جناب المحافظ، انت اللي وقعته؟ جدع عيال. جدع عيال. بوقعه كل يوم. كلمت المحافظ، قلت له يا جناب المحافظ احنا بلدنا فيها قنبيلي. قال لي لا ازاي يا جناب العمدي، انا جاي حالا وهيجي معاه التلفزيون بقى والجرالين وكل الحاجات وبلدنا هتشهر. يا سلام عليك يا عمده وانت بتكلم المحافظ. ايه انت مش عارف انا جرالي ايه لما شفتك؟ انا جرالي ايه؟ نفسي اعرف انا جرالي ايه. والله ما اعرف انا جرالي ايه. انا كتبت قصيده بمناسبه ان انا دخلت الدوار. بتقول ايه؟ ايه عمدت منك كنافه يا عمدتني. على فكره يا عمدي بيتكم اوسع من بيتني وعجبي. انت جاي بتحقد عليا يعني؟ انا شفت البيت اتجننت بصراحه. فيه يا فيه ده عمده يا عمده، طبعا لازم يبقى مالي مركزه وهو بيكلم المحافظ. امال انت فاكره يعني عمده في الشنيش هفق محدش هيقله لازمه؟ لا انا ما قلتش كده. خلاص يا يعني عراب. فاكره مثلا عمده مثلا